خطأ من دفاعات فريق الجزائر، كرة خطيرة، ماتي يحاول يسدد، كرة خطيرة، الهدف التالي. إيريك، ننتظر يا إيريك، ننتظر صافرة البداية وننتظر صافرة النهاية، وبإذن الله انتصار. إذا مشاهدينا الكرام، ينطلق اللقاء على يمين الشاشة منتخبنا الوطني بغرار الحمراء، بينما يسار الشاشة منتخب الجزائر وقائد الفريق إلى مزياني، مزياني إلى دحمان مرة أخرى، دحمان إلى مزياني، هذه كرة جزورة خطيرة، تصويبة، الهدف الأول مشاهدينا الكرام عن طريق جازورا. إذا مشاهدينا الكرام، سريعا سريعا كبير القوم يبدأ الهدف الأول عن طريق المدفع جازورا القناص مع علي، يسجل الهدف الأول، يترك خطأ من دفاعات فريق الجزائر، كرة خطيرة، هدف التعديل للمنتخب الجزائري عن طريق صاحب الغي رقم 9 محمد بن ضيف الله، محمد بن ضيف الله يسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائر، هدف التعديل بعد 30 ثانية من الهدف الأول للمنتخب الوطني. واحد هدف في كل شبكة، تمشي كرة دحمان، يلعب الكرة إلى مجاهد، مجاهد إلى دحمان مرة أخرى، دحمان يبحث عن سبيل المزياني، مزياني، مزياني عند الكرة، مزياني على الضفات، لكن سكربة يبعد الكرة لتنتهي، مجاهد عند الكرة يبحث عن زميل، يلعب كرة إلى ماتيو، ماتيو حماد، العشرة مع السبعة، العشرة أمام السبعة، ماتيو يحاول يسدد، كرة خطيرة، الهدف التالي للمنتخب الجزائري عن طريق ماتيو حماد، ولا أروع هذه التمريرة من ماتيو، يسجل الهدف التالي على المنتخب الجزائري صاحب الهدف. مجاهد يبدو صاحب الهدف الثاني للمنتخب، على المهمل يحاول يلعب كرة جزورة خطيرة من جزورة، عند الكرة جزورة يلعب كرة الشركسية، الشركسية لابراهيم، تصويبة، كاد أن يأتي التعديل على طريق إبراهيم، المهمل وتمريرة الشركسية كادت أن تأتي بالتعادل، لكن الحارس سمير تفاف مقابل انتصار وحيد. نريد أن نعود طبعا مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلها سوف ينطلق، هدف عند الكرة أحمد خطيرة، أحمد تصويبة، التالي التالي لأحمد، الأزنف يعدل النتيجة للمنتخب الوطني، البطل يعود، منتخبنا الوطني يعود عن طريق الأزنف، انطلق أحمد، سدد في المرة الأولى، تصدى الحارس في المرة الأولى، لكن الثانية ثابتة، هذه الكرة أن تسكن الشباك يا شركسية، حليم على تنفيذ الكرة، الشركسية، الشركسية، تصويبة الأولى من الشركسية على المنتخب الجزائري، تمشي كرة إبراهيم، تصويبة، أتى أخير واحد، مزياني والشركسية، مزياني إلى مجاهد، مجاهد خطير يسدد ويسجل الهدف التعديل، يسجل الهدف التعديل مجاهد للمنتخب الجزائري، ودقيقتين على نهاية الشوط الأول. إذا مشاهدينا الكرام، المنتخب الجزائري يعدل النتيجة عن طريق مجاهد. الشركسية يلعب كرة، سليمان عنده كرة، سليمان يحاول، سليمان يلعب كرة، جزورة، مثلما بدأ جزورة الشوط الأول يريد أن ينهي كما بدأ، الله على هذا الهدف، الله على هذه الكرة، بدأها جزورة، أعطاها لسليمان،
الدرويشي لجزورة، المدفع بالشيب رحمن عند الكرة، تمرير لمزياني، مزياني واحد على واحد مع المهمل، مزياني ينطلق، مزياني عاد وفات، خطير جدا مزياني، لكن تذهب إلى رمية مرمى لصالح المنتخب الوطني. تسديدة من ضيف الله لتذهب مشاهدينا الكرام إلى ركلة ركنية للمنتخب الجزائري. إذا مشاهدينا الكرام ينتهي الشوط الأول للمنتخب الوطني بتقدم المنتخب الوطني عن طريق اللاعب جازورا بالهدف الرابع، 4 للمنتخب الوطني مقابل 3. لحظات. إذا مشاهدينا الكرام تنطلق صافرة الحكم، المنتخب الوطني يعود ويضيف الهدف الخامس ويعزز النتيجة، أم أن المنتخب الجزائري يسجل هدف التعديل؟ تمشي كرة زياد عزيز عند الكرة، زياد ينطلق، زياد يسدد كرة زياد، لكن تذهب إلى رمية خروج، سمير يخرج، سمير ينطلق، سمير يسدد ويسجل هدف التعديل. سمير ينطلق ويسجل هدف التعديل، نجم الشوط الثاني، نجم اللقاء، سمير تفاف يسجل الرابع. جزورة يسدد كرة قوية، تمشي كرة ابراهيم، المهمل عند الكرة لكن تنتهي للحارس سمير، تمشي كرة لكن سكربايو بعدها يحاول، إلى مجاهد يلعب الكرة إلى ماتيو، ماتيو ووقت مستقطع لصالح المنتخب الوطني وللمدرب ريكاردو. قاضي سيكون هنالك هدف خامس، لكن هل للمنتخب الوطني هذا ما أتمناه أو للمنتخب الجزائري الشقيق؟ ركلة ركنية لصالح المنتخب الوطني، هل من هذه الكرة؟ هي لعقول حاضرة، ركلة ركنية على تنفيذ سكربا، يلا يا خ يا محمد عزمي عزمي اجري عزمي 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 عملت بروند ولا ما عملتش؟ هدف اكيد ضل يتعلق للمره الثانيه. سبع مروان اوعى الكاسه مروان، ودي يا والي اوعى يا والي، لا ده انا بعض، انا بعاقبك يا مصطفى، انا بعاقبك جنبك واحد بتلعب، ايوه يا واحد واحد عشان مامور لا 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 ل
خلاص اهي خلاص اهي يا عم كمان والله يا مصطفى.